دلوقتي أول لعبة في حلقتنا النهاردة، وهي رنت في دماغ. كل واحد فيكم قدامه خوذة وعصاية فيها إيد كبيرة. واحد من الفريق هيلبس الخوذة والتاني هيمسك العصاية، وأنا هسألكم سؤال أو هقول لكم معلومة. اللي يعرف الإجابة ياريت إن هو يدوس بسرعة على الجرس بالإيد اللي معاه دي بسرعة، علشان اللي هيدوس الاول هو اللي انا هقول له جاوب الاول، ويا ريت ما حدش يجاوب غير لما انا اقول له جاوب. ماشي. اوكي. اللي هيجاوب وتكون اجابته صح هو ده اللي هياخد نقطه. اما لو جاوب غلط مش هياخد ولا حاجه، وهنروح للفريق اللي بعده. اوكي. مستعدين؟ مستعدين. تحسوا ان ايه هتضرب صرصار على الحيطه، يعني استعدادها استعداد ما قالش. اول ثلاث اسئله هيكون ليها علاقه بيكم. أوكي. اول سؤال معانا بيقول، في حد فيكم اشتغل في محطه بنزين، مين هو؟ ها جاوب يا ايه. محمد. برافو، والاجابه صحيحه. واول مره لفريق محمد وايه. انا الاول شيماء هقول لك حاجه مهمه. نعم. احنا هنوصل لاخر الحلقه في حد هيقتل نفسه. ناصر. قول لنا يا توتا ازاي اشتغلت في البنزين. كنت في اجازه ثانيه جامعه، المهم رحت البنزينه اول يوم وحبوني قوي، وكنت دلعت البنزينه. اه والله العظيم حبوني قوي هناك. جيت ايه عمال اعمل حاجات ايه خفيفه كده، جم المهم قالوا لي ايه عايزين كده. بيفطروك 92 يعني عايزين بقى يفضلوني بقى يميزوني، فقالوا نخليه ينفول العربيات. فجيت مسكت المسدس بتاع البنزين ورحت حطه كده وقفت بقى، وهم بيقولوا لي برافو شاطر مش عارف ايه، وعمال املى بنزين املى، وما اعرفش المسدس بيقف ازاي. 30 لتر بنزين اتكبوا على الارض، قلعوا الجزم وكانوا هيدوني بيها وجريوا ورايا. والله العظيم انا مش عارف استخبى فين. فداك يا توتا، واهم حاجه ان اول نقطه جات لك انت وايه في حلقتنا النهارده. ويلا تاني سؤال بيقول، قولوا لي مين فيكم اللي بيحب يصحى بالليل وياكل جاتوه فواكه؟ جاوبي يا مايا. انا يا شيشي. والاجابه صحيحه صحيحه صحيحه، والنقطه بتروح لفريق مايا وجريس. لحظه، نقطه بتروح لفريقي. وفي راجل بيروح معانا قاعد في الكويت دلوقتي بينتحر. بص يا عنده حاجه يقولها. ويلا بينا نروح لتالت سؤال. وبيقول السؤال، حد منكم اخد جايزة احسن ممثل في مهرجان المسرح؟ وداست الاول مايا وجاوب يا مايا. لا 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 شيماء، لا جاوب يا مايا. توتا. ايه خلاص، يلا حد يدوس بسرعة، حد يدوس بسرعة عشان يجاوب. جاوب يا ناصر. انا. برافو. واخيرا نقطة. دلوقتي بطلب منكم تقلبوا الادوار، واللي معاه الخوذة يديها لزميله، واللي معاه العصاية يديها لزميله. ودلوقتي الأسئلة اللي جاية هتكون معلومات عامة، أوكي؟ أوكي. وأول معلومة عندنا أو سؤال بيقول، من هو أسرع حيوان في العالم؟ فهد. ناصر وخالد، أنا نبهت عليكم قبل ما نبتدي محدش يجاوب غير لما أنا أقول له. صح. وبالتالي مش هخليكم تجاوبوا، جاوبي يا مايا. جيتا. مين جيتا؟ أجاوب أنا؟ جاوب يا توتا. الفهد هي الإجابة الصحيحة، والنقطة تروح لي توتا، هو اللي جاوب الأول، والنقطة بتروح لفريق توتا وآية. ظلم اللي قاعد يصير هذا، ظلم. إحنا ناس ظلمة لو كان عاجبك. ها، والسؤال اللي جاي بيقول، ما هي أعلى قمة في العالم؟ جاوب يا خالد. جبل إيفرست. برافو، النقطة بتروح لك يا خالد، انت لوحدك. آخر معلومة في حلقتنا النهاردة بتقول، من هو مخترع المصباح الكهربائي؟
قول يا توتة. اديسون. اديسون، برافو يا توتة. المهم ان اختي ضربت البرد، بصت لي كده قالت يعني ايه مصباح. الله. دلوقتي بقى خليني اقول لكم النتائج بتاعه اول لعبه في حلقتنا النهارده. فريق مايا وجريس معاهم نقطه واحده، فريق محمد وآية معاهم 3 نقط، فريق ناصر وخالد نقطتين، وبكده بيكون معانا في الصدارة آية وتوتة. ووو.